السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لو البيت بتاعك مسحور أو فيه شيطان أو إنك أنت لما بتنام بيحصل لك الجاسوم، كل ما عليك إنك أنت هتحضر كوباية مية زي دي، تمام؟ الكوباية المية ديت هنقرأ عليها آية قرآنية بالعدد 71 مرة، وبعد ذلك هنغطي كوباية المية ديت وهنحطها خلف عقب الباب من قبل صلاة المغرب لحد تاني يوم قبل صلاة المغرب، ونشيل الكوباية. سبحان الله، هتبص تلاقي إن المية أول حاجة ريحتها اتغيرت، وممكن تبص تلاقي ان في رواسب في قلب الميه، وفي نفس الوقت ممكن تلاقي ان الميه لونها كله اتغير او تغير اللون وانقلب اللون. بمعنى اصح، هتكتشف ان كل السحر او الشياطين اللي كانت موجوده في الغرفه معاك او العمار السيئين اللي موجودين في الغرفه باذن الله خرجوا من الغرفه تماما. لكن خليني ان انا اقول لك على حاجه مهمه جدا قبل ما ما تجرب الطريقه ديت. اول حاجه، لازم ان الانسان يكون عنده يقين وثقه في الله جل وعلا. ثانيا، انك انت تعرف ان الشياطين اعداء، وربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. فمهما بلغت قوه الشيطان ومهما كان للشيطان سلطان، سبحان الله عمره ما هينتصر عليك. وفي نفس الوقت برضه لازم تركز على اربع حاجات ما يكونوش موجودين في الغرفه. انت لو دخلت الغرفه بتاعتك على سبيل المثال، هتبص تلاقي ان في تمثال او صوره او عروسه او دبدوب، كل الاشياء دي تسكنها الارواح الخبيثه. فعشان كده لما تيجي تنام تحس بعد ما نمت فترة طويلة جدا من الزمن انك انت كأنك ما نمتش نهائيا، وتصحى من النوم جسمك كلته متخدل وجسمك بيكون تعبان. كذلك برضو بيحصل معاك الحاجة ديت ولا لا؟ واكتب لنا في التعليقات. هل انت لما تيجي تنام بتبص تلاقي ان في نفس جنبك؟ لو انت عملت الطريقة ديت، هتحط الكوباية بعد ما تكون خلف عقب الباب، لا تحط واحدة خلف عقب الباب، وتضيف واحدة كمان جنب السرير في المكان اللي انت بتنام فيه. الأنفاس والجسوم اللي كان بيقعلك أو بيحصل معاك، مجرد ما تعمل الطريقة دي هتبص تلاقي إن المية زي ما قلت لك اتغيرت ولونها اتغير، وكل الأوضاع اللي فيها يعني سبحان الله ما بقاش بتحمل صفات الماء نهائيا، لدرجة إنك أنت ممكن يعني سبحان الله تلاقيها إن هي فيها أصبح فيها مادة جيرية أو شيء من ده. وده اللي أنا عايزك توضحه لي في التعليقات زي ما قلت لك. وهل هسأله لك، مش بيحصل معاك كوابيس والأحلام بتاعتك بتكون مزعجة، واحيانا بتبص تلاقي يعني ان في ضغط عصبي موجود عليك في البيت، وانك انت لما تخش الغرفه دي كانك في جبل وتشال وتحط فوق من راسك؟ فالحاجات دي كلها احنا هنزلها باذن الله جل وعلا زي ما قلت لك. فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صليت عليه. احنا هنصلي ركعتين لله جل وعلا، وصلاه الركعتين دولت هنرجو بيهم من ربنا سبحانه وتعالى اذا كان في شيطان موجود في الغرفه، او ان انا لو عندي مس، او ان انا لو عندي شياطين بتنام حوالين مني او بتكون رصداني، ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليهم صواعق من السماء تحرقهم كلهم، ما تخليش منهم لا اخضر ولا يابس، وان ربنا سبحانه وتعالى يخلصك منهم. دي الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بقى، ودي من اهم الخطوات، لما نصلي ركعتين لله جل وعلا يكونوا الركعه الاولى بسوره الشمس والركعه الثانيه بسوره الزلزله. ثم بعد ذلك هجلس جلسه التشهد وهمسك كوبايه الميه كده، وحقرأ قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. وتظل أنك أنت تكرر فيها: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء. في نيتك وانت بتقرأ ان ربنا سبحانه وتعالى اولا يطلع كل الاضرار اللي موجودة في الغرفة وتنتقل بإذن الله للكباية او تسحب للكباية، وان ربنا سبحانه وتعالى يزيل كل العين والحسد اللي موجودين في الغرفة، وان لو في سحر ان المية دي تتغير وتتبدل من هيئتها اللي موجودة بالظبط. ممكن واحد يقول لك: طب المية لما بتبات ممكن تتغير من طبيعة الغرفة أو طبيعة الجو؟ هقول لك: خد من نفس المية اللي انت ما قريتش عليها وحطها في أي مكان، وبنفس الطريقة هتبص تلاقي إن المية دي مختلفة عن دي، تمام؟ ثم بعد ذلك يا أخي الكريم، كل اللي أنا عايزه أقوله لك برضو إنك أنت لما تقرأ الآية الكريمة دي تعرف إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوجه جميع المخلوقات، وإن الإنسان يعني سبحان الله لازم يستبق الخيرات. فبتبص تلاقي إن الشياطين أو الجن اللي موجودين بيهربوا من البيت بإذن الله جل وعلا كل ما المية ديت موجودة في الغرفة اللي انت فيها، وبالتالي سبحان الله بيسحبوا ليها بإذن الله جل وعلا. فهتبص تلاقي ان المية زي ما قلت لك لونها ابتدى يتغير، ولما اللون ده يتغير يبقى عندك يقين وتأكد ان الشياطين اللي كانت موجودة ربما ان هي يعني سبحان الله سبب تغير هذه الماء، فتمسك المية ديت تكبها في اي مكان بره.
ثم بعد ذلك هتبص تلاقي ان الاوضه كل الطاقات السلبيه او الشياطين او الضيق او الكوابيس او الاحلام المزعجه اختفت من عندك تماما، والانفاس اللي كانت بتحدث جنبك تلاشت كلها. فدي طريقه مجربه، لكن عايزك تقولي يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، فالله عز وجل يجيب من دعاه بهذه الاسماء المباركه. ولو قلت يا رحمن يا رحمن يا رحمن 3 مرات معهم، الملك الموكل بك بيقول لك نعم سل تعطى باذن الله جل وعلا. فانت بتسال الله ان لو في سحر يسحب السحر ده وينتقل للماء، وان لو في شياطين ساكنه في الغرفه تختفي الشياطين ديت، وان ربنا سبحانه وتعالى يجمع كل ضر وسوء الى هذا الكوب بامر الله جل وعلا، يجمع بداخله. ثم بعد ذلك هتبص تلاقي ان الميه اتغيرت. بعد كده هنمسك الكوبايه ديت هنغطيها بنفس الطريقه كده تمام، وهنيجي جايبين مثلا ايه استك وربطينها كده وحاطين فوقها هدمه سوداء او كيسه سمراء، المهم ان هي تتغطى تماما. وبعد ذلك هتبص تلاقي تاني يوم لما تفتحها هتلاقي ان الميه ديت اما ان فيها ورقه السحر ان شاء الله، او فيها نمل، او فيها حشرات غريبه، او ان الميه ديت ريحتها اصبحت مكمكمه وريحه لا تطاق وتغيرت روائحها تماما. جربها مش هتخسر اي حاجه. ولو حصل معاك اللي انا قلته يا ريت تكتب لنا في التعليقات بعد ما جربتها ايه اللي تم معاك. لو المقطع ده عجبك شاركه لاصحابك واصدقائك. دمتم في ود في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.